مين اللي كان بيكلمك؟ ده فوزي جوز الست. ويا ترى عاوز منك ايه؟ عايز يرفع الرايه البيضاء. نعم. اللي انت ما تعرفهوش يا حبيبتي ان انا ضربته 3 ضربات قاضيه في شهر واحد. ازاي؟ مجموعه من رجال الاعمال اصحابي طيروا منه 3 مناقصات ورا بعض. سمعته بقت في الطين لدرجه انه ما هواش قادر يوفي طلبات مصنعه. خلاص سلم. اتصل بيا وجاي يزحف على ركبه. يمكن ارضى عنه. ويا ترى بقى هترضى عنه ولا؟ بشروطي. بشروطي. كل حاجة لازم تتم بشروطي أنا. أنا أصلي لازم أنتصر. عمري ما دخلت معركة إلا ولازم أنتصر. الو مين؟ عمر؟ عمر ابني. ايه؟ انا كويسه الحمد لله. اتكلمت هناك ما لقيتهاش؟ طبعا اكيد هتكون هنا. طيب خد كلمك. الو ايا دنايا ايا روح قلب امك انت. ايه يا عمر؟ وحشتني يا حبيبي. ايه يا ابني مش هتيجي ولا ايه؟ يا عمر يا ابني هموت من غير ما اشوفك. اصيله مش كده؟ طب انزل اجازه يا حبيبي وارجع تاني. اخواتك كويسين. طب هتيجي امتى؟ بتقول امتى؟ ماشي يا عمر. طيب مع السلامه. سبحانك يا رب في يوم واحد عمر وسوسن يكلموني. طبعا يا اصيله مش ولادك. ده اقل حاجه ممكن يعملوها يا قصقوصه. ايه قصقوصه دي؟ الله مش قابل بيدلعها يقول لها كده؟ والله انتوا الاثنين اشقياء بشكل. ربنا يكرمه وينتحى بالسلامه يا قادر يا كريم. طبعا قوي يا سمو الشاذلي. صباح الخير. صباح الخير يا ايمن. تعالى مد ايدك كلك ساندوتش انت كمان. لا متشكر قوي اصلي شبعان. طب اقعد يا ابني اقعد. لا مفيش داعي. على فكره السندوتشات دي انا عاملاها بايديا يعني نضيفه 1000000%. كمان؟ طب كويس قوي. على كده يبقى انا لازم ادفع ثمنها دبل. بس هبه ما تجيش تعملي كده تاني. زودت لك انا بفطر في البيت. ها؟ طيب انا اصلي ماشي عندي مشوار كده وراجع على طول. على فين يا ابني؟ ميعاد الدكتور بتاع ياسمين. طب يبقى طمني عليها. ان شاء الله. وانت يا انسه هبه مش تروحي تشوفي شغلك ولا ايه؟ اه طبعا بس استاذ حسام قال لي اقعدي معايا شويه. طبعا يا سيدي. ما تتاخرش. حاضر. الله ده أيمن رجع تاني. أصل جاي ياخد يعدلها ميعاد مع الدكتور. آه السلام عليكم. طيب. عليكم السلام. أنا جاهزة يا ياسمين؟ زي ما أنت شايف. أجي معاكم؟ لا خليكي مستريحة يا حبيبتي، إحنا بس هنروح للدكتور هيقول لنا على ميعاد دخول ياسمين المستشفى ونيجي على طول.
ربنا انت حالك بالسلامة يا ابني. الله يخليك يا دادا أصيلة. يلا يا أم عمرو. إيه ده؟ أنتوا خلاص سميتوهم؟ بس يا رب هو يطلع ولد. لا ده عايزة بنت. ما تتخانقوش مع بعضيك وكل يجيبه ربنا كويس. يلا. يلا سلام عليكم. سلام مع السلامة. ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. أنا قلبي حاسس إن هي هتولد الأيام دي خلاص على آخرها. لا دي لسه قدامها 15 يوم ويمكن أكتر كمان. يا حبيبتي ده ملوش ميعاد. ربنا يقومها بالسلامة يا رب. لا 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 ما تشربش الحاجات دي خالص. لا لازم تشربها. وبعدين بقى لازم تسمع كلامي لان ده من صميم شغلي. صحتي من صميم شغلك؟ طبعا. وانا لما اهتم بصحة حضرتك حضرتك هتفضل تشتغل وبالتالي الشركة هتفضل مفتوحة وانا هفضل في شغلي. ده ايه الصراحة دي كلها يا ست هبة؟ طب جامليني اكدبي عليا وقولي ان صحتي تهمك لله لله كده من غير منفعة. تعرف يا استاذ حسام انك رومانسي قوي. ويا ترى ده عيب فيا ولا ميزة؟ بجد بجد ميزة مش موجودة دلوقتي. طيب الحمد لله. بس بقى ما تزعليش مني، انت مالكيش دعوة بالرومانسية خالص. مين اللي قالك؟ يعني كلامك تصرفاتك. بالعكس بقى انا رومانسية جدا جدا بس ساعة اللزوم. طب وامتى بقى ساعة اللزوم دي؟ لما الاقي اللي قدامي رومانسي. قولي لي يا هبه انت فين باباكي ومامتك؟ انا بابا على طول مسافر لانه بيشتغل بره وماما ماتت من زمان قوي وخالته متجوزه. انا اعرف جوزها هو اللي عرفني عليكي. بالظبط كده. هم دول بقى عيلتي كلها واللي باقي كلهم عايشين في الخارج. يعني انت عايشه لوحدك؟ انا طول عمري عايشه لوحدي. طب وعلاقتك ايه بباباكي؟ بحبه قوي قوي ومرتبطه بيه بشكل فظيع. طب هو سايبك كده وتعيشي لوحدك؟ اصلي بابا بيثق فيا ثقه عميقه ودايما يقول عليا بنتي ذكيه تفكيرها متطور ومتزن في نفس الوقت. اهم حاجه عنده اني ابقى مبسوطه وبيبعت لي فلوس بالهبل. انت بتشوفيه كل قد ايه؟ يعني على حسب، ممكن كل 6 شهور 7 شهور حسب الظروف. يا ترى يا هبة انت بعد ما تخلصي الشغل بتقضي وقتك ازاي وفين؟ ممكن اروح سينما، اروح النادي، بس بجد بجد من بعد ما جيت لحضرتك ما بقاش عندي اي وقت، كل وقتي بقى مشغول.